الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وسلسل أقدامهم وبسط جمعهم
وشطك شملهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا تمده عن القوم الظالمين وأنزل بهم بأسك الذي لا تمده عن القوم الغاصبين وأنزل بهم بأسك الذي لا تمده عن القوم الظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان اللهم انصر الإسلام في غزة اللهم انصر الإسلام في فلسطين اللهم انصر الإسلام في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم يا ربنا أصلح أعمال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين وعلماءهم وشبابهم ونساءهم اللهم اغفر من خزن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واشكروني ولا تكفرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام.